جاءت امرأة إلى مجلس يتجمع فيه التجار لبيع وتسويق بضائعهم والاستراحة لهم، فأشارت المرأة بيدها فقام أحدهم إليها، ولما قرب منها قال: خيرا إن شاء الله. قالت: أريد خدمة، والذي يخدمني سأعطيه 20 دينار. قال: ما هو نوع الخدمة؟ قالت: زوجي ذهب إلى الجهاد منذ 10 سنوات ولم يرجع ولم يأتي خبرا عنه. فقال: أرجعه الله بالسلامة إن شاء الله. قالت: أريد أحدا يذهب إلى القاضي ويقول أنا زوجها ثم يطلقني، فإنني أريد أن أعيش مثل النساء الأخريات. قال: سأذهب معك. ولما ذهبوا إلى القاضي ووقفوا أمامه، قالت المرأة: يا حضرة القاضي، هذا زوجي الغائب عني منذ 10 سنوات والآن يريد أن يطلقني. فقال القاضي: هل أنت زوجها؟ قال الرجل: نعم. القاضي: أتريد أن تطلقها؟ الرجل: نعم. القاضي للمرأة: وهل أنت راضية بالطلاق؟ المرأة: نعم يا حضرة القاضي. الرجل: هي طالق طالق طالق. المرأة: يا حضرة القاضي، رجل غاب عني 10 سنوات ولم ينفق علي ولم يهتم بي، أريد نفقة 10 سنوات ونفقة الطلاق. القاضي للرجل: لماذا تركتها ولم تنفق عليها؟ الرجل يحدث نفسه: لو أنكرت لو جلدوني وسجنوني، ولكن أفوض أمري إلى الله، سأدفع يا حضرة القاضي. ثم انصرفوا، وأخذت المرأة 2000 دينار وأعطته 20 دينار. والشاهد هنا أن لا تفعل شيئا لا تعلم عواقبه.